ده تسين بسين، ده بصار بصار، ده اللي عب سلام بعب سلام، اي حاجة صح. يبقى دي ال تكاملها بيه يا شباب، تكاملها بايه؟ بال وعوض بالباي ار. يبقى ايه اللي من اللي فين بقى؟ من صفر للباي ار لنص في 2 باي ار، يعني باي ار صح؟ عوض اللي فوق ناقص اللي تحت، يبقى مره باي ار اشيل ايه اللي احطها باي ار ناقص اشيل ايه اللي احطها ايه؟ صفر. يبقى هي في الاخر ايه؟ باي ار صح ولا غلط؟ باي ار ضرب في 2 ار. جميل. يبقى بقى في باي ار اهي، في مشاكل عند حد؟ جميل. فاضل لي بقى الكوزاين، الكوزاين دي شكلها وحش. كوزاين وحواليها اطوال وهي ثابته، يبقى لازم اعوض بقى بايه؟ بطول برضه زيها. فارجع للمثلث القائم الزاويه. كوزاين سيتا دي عباره عن ايه؟ سيتا على عوض. سيتا على عوض. طب انا عباره عن ايه؟ من الفيثاغورس. الجهاز التربيعي الار تربيع زائد زد تربيع. يبقى في الاخر بقى بص ايه؟ نص يعني، ما هو الجزء دي نص نص. يبقى زد على كام؟ اشيل الكوزاين سيتا احطها كام؟ خلي بالك انا اشيل الكوزاين واحطها نص نص هنا، وده كده ايه؟ بس واحد صح؟ طيب يبقى كل نص كام؟ ولبت اهو يا ابن الكوزاين زد على نص، نص وواحد بجمع نص يا جماعه في ايه؟ انتوا مين كده في هنا؟ بص يا حبيبي اهي تحت يا ابني زد تربيع زي الار تربيع، الكل نص كام؟ نص. طب الكوزاين لسه قايلين زد على زد تربيع زي الار تربيع اهي، دي اس واحد ودي اس نص، يبقى مجموعهم كام؟ ايه المشكلة كده بقى؟ صعب. يبقى اشيل لك كده بس ثلاثة عليهم. يبقى 2 كي لندا باي ار على كام؟ نيجي بقى للكلام ده. هو 2 باي ار لندا. 2 باي ار ده يعني ايه؟ محيط الرينج. يعني طوله. الطول في اللندا يديك ايه؟ الشحنة الكلية اللي على ايه؟ اللي على الرينج. صح ولا غلط؟ يبقى اهو 2 باي ار لندا هي كيو، يبقى بقى القانون اهو كي كيو زد على كام؟ صعب يا شباب؟ صعب. بص يا حبيبي انا لسه قايل لك اللندا هي الشحنة على الطول، طول الرينج ومحيطه، يبقى 2 باي ار، يبقى كيو بتساوي ايه؟ 2 باي ار ايه؟ لندا. صعب. بس ده اخر ده القانون النهائي اهو. ركز معايا بقى عشان مهم جدا. يبقى كي كيو زد على زد سكوير زائد ار ايه؟ سكوير كوس 3 على 2. حيث زد بعد ايه؟ بعد النقطة عن سنتر الرينج. طب والار؟ نص كوارتر الرينج. في مشاكل كده؟ السؤال لو الزد ديت انا بعيد قوي 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 عن الرينج. يعني الزد كبيرة قوي قوي بالنسبة للار، يبقى اهمل مين؟ اهمل الار. صح ولا غلط؟ اهمل الار. بقى زد تربيع او سنة هتدي تديك ايه؟ ما تقول يا جماعة زد تكعيب زد اس 3 زد تربيع كل سنة ايه؟ يبقى اديني زد تكعيب وفي زد فوق يبقى زد تربيع، بقى كي كيو على زد تربيع. تيجي تقول على زد ايه؟ يعني معناه ايه؟ اسمع يا اي كي في كيو في زد على زد تربيع زائد ار تربيع كل اس 3 على 2. انا لغيت دي لانها الزد كبيره قوي بالنسبه لها تكاد تهمل. خلاص؟ يبقى دي كده تقوم دي تروح مع دي يبقى زد تفعيل تحت، دي تروح مع دي تبقى كام؟ تربيع. يبقى كي في كيو على زد يعني معناه ايه؟
معناه يا شباب رون كولوم رجعنا لرون كولوم رجعنا لكولوم مين كولوم كولوم نقطه مش دي بوينت تشارج كيف دي على التربيع يعني معناها لما ابعد قوي عن الرينج اشوفها ايه وده شيء طبيعي حط حلقه كده وبعد عنها 50 متر شوفها ايه ليه لان الست بقى كبرت قوي يكاد نص القطر يبقى ايه صفر فانت تشوف ان الدايره تقول لنقطه في مدى نهايه الدايره او الحلقه تقول لنقطه في مدى ايه نهايه حد مش فاهم جميل طيب ده كلام اللي احنا قلناه اهو يبقى كيف كيو على زد ايه اسكوير الحاجه الثانيه افرض بقى انا الزد ديت حسبت هنا هنا رحت عاجي احسب هنا قعدت امشي 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 لحد ما حسبت هنا يبقى الزد هنا بكام؟ بصفر يبقى لو انا بحسب عند الصفر الزد بكام يا شباب؟ طب الزد لما تبقى بصفر يبقى الالكتريك فيلد بكام؟ بصفر يبقى وقتين الالكتريك فيلد بتاع الرينج يساوي صفر بتاع الرينج يساوي صفر ها؟ لما ايه؟ لما احسب عند المركز عند السنتر بتاعه يبقى الالكتريك فيلد عند السنتر اوف ذا رينج ايكوال ايه؟ زيرو طب الالكتريك فيلد لما يبقى في مدى نهايه يقول لي نقطه يبقى كيف كيو على زد سكوير او ار سكوير صعب حد مش فاهم؟ تمام؟ حد مش فاهم يا جماعه؟ ده ايه الرينج؟ اللي مش فاهم الرينج يقول عشان الديسك هيتبني عليه طيب نيجي بقى للديسك الديسك قلت لك زي ما احنا زي الجنيه كده المعدن بتاعه عليه شحنه اسمها بوستر ايه؟ تشارج البوستر تشارج تحمل شحنه صغيره اسمها ايه؟ دي كيو دي على اريا ولا على طول ولا على فوليوم؟ على اريا يعني دي مسطحه الجنيه سطح اريا طيب يبقى اجيب له ايه بقى؟ اجيب له حاجه اسمها سيجما يبقى حاجه اسمها ايه؟ سيجما. سيجما بتساوي ايه؟ الشحنه الكليه اسمها كيو على مساحه الرينج ده عشان دايره يبقى باي ار ايه؟ سكوير يبقى كيو على باي ار سكوير يبقى سيجما. سيجما دي اسمها ايه؟ سيرفيس تشارج دينست. سيرفيس تشارج ايه؟ دينست. في صعوبه؟ مش فاهم؟ الدي كيو الكيو بتساوي ايه؟ سيجما في ار سكوير يبقى الدي كيو سيجما في دي اي سيجما في دي ايه؟ دي اي تعال نشوف بقى لو انا خدت ايليمنت في الصوره دي اللي هو الشكل الايه؟ المظلل ده انت شايف ده ايه؟ الشكل المظلل ده ايه يا جماعه؟ دايره لا مش دايره ده رينج صح ولا غلط؟ ده رينج صح؟ يبقى الاليمنت بتاعي عباره عن ايه؟ مفهوم يا جماعه كيف الاليمنت بتاعنا بتاع عباره عن ايه؟ عن رينج صح؟ يبقى الديسك الاليمنت بتاعه عباره عن رينج يبقى لما اجي في الاثبات ابدا بمين؟ بالرينج عشان كده بنقول لك ايه بقى؟ نهايه الرينج بدايه الديسك نهايه الرينج بدايه الايه؟ ما ينفعش في الديسك تقول لي كيف تجيب على ار تربيع لا غلط ليه؟ لان الايلمنت بتاعك انت مش واخده عنصر انت واخده ايه؟ رينج يبقى لازم اجيب قانون مين؟ الرينج طيب عشان كده سيادتك انت خدت ده كده اهو ايه اللي بتقول؟ سمكه قد ايه؟ سمك الرينج قد ايه؟ دي اس ويبعد عن المركز مسافه اسمها ايه؟ اس حلو كده؟ تعال نشوف بقى الكلام الجميل اللي جاي. ادي الرينج اهو، شيخ خط الرينج. طيب كي كيو كي كيو زد على زد سكوير ده خلاص كله مستدعى فيه. صعب. الناس فاهمة معايا؟ فاهم انت هو؟ جميل. ادي كي. ماشي؟ ادي كي. الدي كيو عبارة عن ايه؟ سيجما في دي اريا الاريا بتاعت الاليمنت بتاعك ده
انت خدت الجيل بتاعك اهو عباره عن ايه يا جماعه؟ الاليمنت اللي هو العنصر اللي انت خدته هو المسلط ده مساحته ايه؟ لا الديرتينج جاي واحد لو باي ار سكوير ده انت حطها باي ار سكوير ايه؟ جميل بس انا مش عايز اخش في فتيات هو صح مش غلط مساحه الدايره كبيره انا درس وانا جميل جدا بس انا عايز احكي ببساطه حاجه ببساطه هو ده كده يا جماعه مش ده ليه؟ لو فرقته كده ده مستطيل سمكه سمك الرنج وطوله محيط الرنج نعيد تاني ها الرنج بقى يا باشمهندسين ها الانسان كله يبص معايا اهو رنج اهو صح؟ ده رنج قدامك اهو سمكه عباره عن ايه؟ السمك دي اس اهو اللي هو السمك ده لما افرده كده يبقى العرض ده ايه؟ الدي اس طب والطول ده محيط الرنج صح؟ يبقى كذا يبقى بص معايا هو كان عامل كده انا قصيته من هنا وفردته كده فبقى السمك اسمه دي اس والعرض اسمه 2 باي ايه؟ اس صح ولا غلط؟ يبقى الالي عباره عن ايه؟ والطول في العرض والطول دي اس والعرض 2 باي اس يبقى اقدر اشيل الاريا هاي يبقى 6 واشيل الاريا بتبقى ايه؟ 2 باي اس دي اس 2 باي اس دي اس حد مش فاهم؟ تمام؟ اهو فاذا كان ايه بقى؟ كي في سيجما كي في كيو دي كيو عباره عن ايه؟ سيجما في 2 باي اس دي اس يبقى كده اهو في دي كيو في زد في زد هنا من زد يعني في هنا زد على القانون بيقول ايه؟ ها؟ زد التربيع زي ما حصل ها؟ زد التربيع زي ما ايه تربيع؟ ار هنا بالنسبه لي اسمها ايه؟ اس يبقى زد التربيع زي اس تربيع صعب كده؟ كده انا جبت مين؟ الدي عايز مين اعمل ايه بقى؟ اكل او بس الاول بقى اما اجي اكل هكمل منين لفين؟ تعالى خد بالك نرجع تاني خد بالك معايا السيجما ثابت والكي ثابت والباي ثابت والاثنين ثابت ها والزد ثابت اللي بيتغير معايا مين؟ الاس هو اللي بيكبر يجيب لي الايه؟ يجيب لي الديسك كله بس شوف يا صغيره كده تكبر 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 تجيب مين؟ تجيب الار يبقى التكامل من اللي فين؟ من صفر الار وبكمل بالنسبه لمين؟ للاس بكمل بالنسبه لمين؟ للاس جميل قوي 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 مش عليك تفهم نيجي القصه دي التكامل ودي القصه بقى عايز تركز معايا فيها بص يا ابني الناس بقى تركز معايا عشان حاجه مهمه انا لما يكون عندي اكس تربيع زائد واحد الطول اللي تكعب اس ان او اس 3 بقول لك فاضلها بتعمل ايه؟ نزل اس نزل اس نزلت الاس اكس تربيع زائد واحد ها؟ بعد كده في تفاضل اللي جوه الداله تفاضل الاكس 2 اكس 2 اكس دي اكس صح كده؟ صح كده؟ حلو قوي في سكوير على الجنب ايوه على الجنب بص معايا انزل دي ثلاثه صح؟ في مشاكل عند حد؟ حلو قوي 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 يبقى انا لو عايز ارجع اما كامل برجع كده يبقى انا لو حطيت الصوره لو حطيت الصوره بس معاك لو حطيت الصوره دي كده عشان ارجعها على الصوره دي كده تمام؟ لازم يبقى البراكت مضروب في الايه؟ مشتقاته التفاضل بتاعه طب بص كده شايف البراكت ده دي تحت ايه ينفع تطلعها فوق ايوه 2 على 3 3 على 2 مش ممكن اخليها بس سهله 3 على 2 فوق ايوه 2 على 3 خلص اهي طلعها كده يا جماعه الكوره اهي ورصيتها في الباص سالب 3 على 2 غلط
الكلام ده غلط؟ طيب في 2 اس دي اس. اما تبص انت كده 2 اس دي اس مش هي التفاضل بتاع الزد اس تربيع؟ صح؟ يبقى اذا القيمه في التفاضل ايه؟ بتاعها. يبقى التكامل بتاعها عباره عن ايه؟ ازود على الاس واحلس مع نفس الايه؟ الاس. اهو بقى اهو بس ناقص سبعه دي هزود عليها واحد بس على نفس الاس اهي. اما زود على دي واحد تعالى نعملها عشان مش ايه مش هتلوث حاجه. بس معايا اهي زد تربيع زائد اس تربيع الكل اس ناقص 3 على 2 هزود عليها واحد بس مع نفس الايه؟ الاس. دي بتبقى سالب ايه؟ سالب نص. نص صح؟ سالب نص يطلع فوق بسالب ايه؟ بس سالب 2 وخلي دي زد تربيع زائد اس تربيع الكل اس كام؟ اس كام؟ 3 اس نص سالب. دكتور يا في البسط مش في المقام. في المقام؟ احنا نزلناه وشلنا السالب. تمام ماشي. ماشي يا جماعه الدنيا بلديه ما فيهاش اي مشاكل. بص يا ابني دي كده تطلع سالب نص اهي الدنيا ماشيه بالراحه سالب نص صح؟ معايا؟ مش ممكن اكتبها كده يا جماعه؟ اخليها دي تطلع فوق تبقى سالب 2 ودي عشان نزلها تحت تبقى زد تربيع زائد اس تربيع كله اس ايه؟ نص. نص صح؟ يعني ممكن اخليها تحت الجذر. حدود التكامل بكامل بالنسبه لمين؟ لدي اس. دي اس يعني تكبر 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 لحد ما اجيب الار يبقى من صفر لايه؟ صعب كده؟ اعوض فوق بار ناقص تحت بايه؟ بصفر. اشيل الاس واحطها ار واعوض ده اسمه تكامل محدود. خلاص؟ بعمل ايه يا جماعه؟ بشيل كل اس واحطها ار يطلع لي البراكت ده واروح قايل ناقص اشيل كل اس واحطها ايه؟ صفر. قوم النتيجه تطلع كده. لما تصفيها في صعوبه كده؟ حد مش فاهم؟ جميل قوي. يبقى انتهينا في الاخر بالسهوله دي. وركز معايا قوي بقى وفوق عشان الامتحان. ها؟ معايا هندسه؟ ركز بقى كده وفوق معايا. ها؟ الصوره اللي قدامك دي يا جماعه. سيجما على 2 ابسلون نون زد على ايه؟ واحد على الزد بس تبقى زد تبقى زد قطري. لو الار اللي هو مين؟ نص قطر الايه؟ الدايره دي او الديسك ده كبر 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 قوي 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 بقى اكبر بكتير من بعد النقطه يبقى الار بايه؟ الار بكام؟ الزد تقريبا تبقى بكام؟ بصفر. زد تقريبا بايه؟ بصفر. لما الزد بصفر انك تعمل ايه؟ يتلاشى يصفى على ايه؟ سيجما على الدنيا بصفر. تاني بص يا ابني الار كبرت 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 عن الزد يعني الزد تقريبا بايه؟ بصفر. اما تصفر الزد يبقى تعمل الار يبقى الالكتريك فيلد بيساوي يا جماعه سيجما على 2 ابسلون نوت. الله اسمه ايه بقى؟ انفاينايت ديسك. انفاينايت ايه؟ يعني ديسك لا نهائي كبير قوي. خلي بالك بقى من السؤال اللي جاي ده. ده ديبند على مين؟ الكتريك فيلد بيعتمد على مين؟ عايز بقى تجاوبني. الكتريك فيلد ده اخر واحد بيعتمد على مين؟ انت. الكتريك فيلد ايه بيعتمد على ايه؟ على استخدام السمع. القوة الشحن ماشي تمام. ما هو سجن يعني الشحن في على الريح الشحن جميل قوي. طب هل بيعتمد على بعد الجسم؟ أكيد جميل قوي. مين موافق في رأيي ده يا جماعة؟ إن بيعتمد على بعد الجسم. أنا؟ بيعتمد على الميديا وبيعتمد على الفيو. حلو قوي جميل. هل بيعتمد السؤال صريح وواضح هل بيعتمد على بعد الجسم عن البليت؟
لا انت شايف هنا ارض، شايف زد، شايف اي مسافه؟ ده كل الموضوع سيجما وابسلون نود، وابسلون نود ده نفاذيه الايه الوسط البرميتيفيتي اوف ايه في سبيس، يعني لو حطيته في الميه يختلف، يبقى اعتمد على الميديا زي ما قال زميلك، وبيعتمد على مين تاني؟ على السيجما، والسيجما معناها ايه؟ كيو على الاريا، يعني في الاخر بيعتمد على مين؟ على التشارج اللي على البلاي بس.